حين قال ربنا يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا، القرآن الكريم فيه آيات كثيرة تحث على النفرة الاستنفار، وما أتت آية في القرآن الكريم تحث على النفرة إلا في النفرة العامة للأمة كلها إلا فيما يخص نصرة دين الله تعالى ومنافع المسلمين العامة. إذا كانت القضية قضية خاصة ربنا لا يستنفر الأمة كلها. على سبيل المثال إلى الحصر، حين قال ربنا في سورة التوبة، وسورة التوبة كما يقول بعض العلماء هي سورة غرضها الأساسي استنفار المؤمنين لخدمة الدين ولخدمة المجتمع والأمة، استنفار. لكن فيها آية بتقول لنا في مواضع يكون الاستنفار للأمة كلها، وفي آية يكون الاستنفار لبعضها. الآية الأخيرة في موضع النفرة وهي في آخر السورة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وهي مسألة العلم الشرعي والعلم الديني، ليس مطلوبا من الأمة كلها أن تكون متخصصة في الفقه والتفسير والحديث والعقيدة وغيرها، ليس مطلوبا من الأمة كلها أن تتخصص في هذا، ولكن يستنفر عدد منها، كل دولة كل مجتمع كل قرية كل عائلة يبقى منهم واحد ينفر من بينهم ليتعلم أمور دينه وهو يقوم بتعليم الباقين. هذا في مسألة العلوم الدينية والشرعية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. لكن تعالى إلى نصرة الدين وإلى نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله في هذه السورة بعد الآية التي ذكرنا في سورة النساء؟ خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات مش معناها وحايد كل واحد لوحده، يعني فرادة، يعني كل واحد يروح ينصر من ناحيته، كلا، كما قال عبد الله بن عباس الثبات أي الجماعة بعد الجماعة، يعني انتوا كلكم قسموا نفسكم إما مجموعات وكل مجموعة تأخذ حذرها وتنفر، أو انفروا جميعا الأمة كلها تقوم مرة واحدة.